على ميعاد لا تزهو المشاهير. اجعل مسؤوليتك أنت أيها الإنسان في حياتك تجاه أبنائك هذه القضية، قضية الصلاة. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاء من أحمر جعل وجوه إلى الحجاز. اللهم يا من على العرش استوى ويا من خلق فسوى وقدر فهدى. لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اتركه للتجارب. المؤمن مشغول بنفسه، المؤمن لا يشتغل بغيره إلا فيما ينفعه وينفع الناس آخرين. ليس كل شيء أن تعرض أنك تتلقاها وتلقفها. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. حوار يغمر الأرواح شوقا، حوار يغمر الأرواح شوقا. يحب الإنسان والده لأنها من أعظم الناس برا به وتوصل لرضوان الله وتوصي. نعم، أعظم شيء بعد الله فضلا عليك أمك. بإقرأ جاءت بيان، ما قال اقرأ وبس، لا قال اقرأ باسم ربك، اقرأ الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك. حق الجار حق عظيم إلى درجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إلهي أنت يا حسبي. ما من نعمة تتقلب فيها أنت، كم أنت فيك من أعضاء، كم كلها شغالة، من شغلها؟ إنه الله. ألا تحب هذا المنعم المتفضل؟ نسافر في فضاءة الليالي. الذي ينتصر على نفسه أعظم من يفتح مدينة. من مصلحة البشر أن يعتنقوا هذا الدين، فإنه عنوان السعادة وهو طريق الفوز والفلاح لهم في الدنيا والآخرة. حوار اللح بالفكر المثالي بتفيض شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.